الأدب الديني، وقلت لكم إن هناك أنواع أخرى من الأدب الديني، قلنا زي نصوص الأهرام. لو دخلت الأهرامات كده هتلاقي مجموعة من النصوص، ده نوع من أنواع الأدب الديني. هتلاقي كتاب اسمه كتاب الموتى، كتاب الموتى برضو ده نوع من أنواع الأدب الديني. النقطة دي. النقطة الثالثة هتلاقي أناشيد اسمها أناشيد إخناتون، الأناشيد اللي عملها للإله بتاعه آتون. إخناتون اللي هو أمنحوته بالرابع، وده خدته في الترم الأولاني. كان عامل أناشيد للإله بتاعه، هو مين؟ آتون. وكمان عندي قصة إزيز وأوزوريس. قصة إزيز وقصة أوزوريس دول برضو من أنواع الأدب الإيه؟ الديني. تمام. طيب كده عمر جاوب. طيب ممكن ناخد جنى. فين جنى؟ هذا يا مستر يلا يا جنى. 25. 25. يا نهار أبيض، إيه اللي نزلك تحت أوي كده؟ كنا فوق في الطراوة. سجلت النصوص الدينية في مصر الفرعونية بالكتابة الإيه؟ النصوص قطبية. الدينية في الكتابة القطبية. غلط، فكري في غيرها. لا غلط، هيروغليفية. الهيروغليفية. الله ينور عليك. تمام، الله ينور عليك يا جنى. وانت تكون مركز كده في الامتحان، اي حاجة كتبت بالدين، اي حاجة تختص بالدين يجب ان تكتب بالكتابة الهيروغليفية. اي نص بيتكلم عن الدين، موضوع ديني، حاجة دينية، لازم 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 يكتب بالكتابة الهيروغليفية. عشان كده لما احنا مسمينها بالخط المقدس، الكتابة الهيروغليفية. لما جم سموها بالخط المقدس. طب ايه السبب انت بتسميها بالخط المقدس؟ قال لك عشان بيتكتب بيها كل حاجة دينية، وكمان معروفة بالخط الرسمي للدولة. تاني، الهيروغليفية معروف عنها حاجتين، ايه هما الحاجتين المعروفين عنها؟ الخط المقدس والخط الرسمي للايه؟ للدولة. الله ينور عليك يا جنى. ممكن ناخد عادل. نعم أنا عاوز أجاوب محمد. محمد ايه؟ محمد عبد الناصر. محمد عبد الناصر. الاسم ده سمعته قبل كده. أيوة جبت مرة في أول حصة. محمد عبد الناصر. اختار يا محمد. اختار 40. 40. انت أيوة جيت تقفل اللعبة ولا ايه؟ حدوث الانهيارات الجليدية. لا قدر الله، لا قدر الله، لو حصل انهيار جليدي ده هيسبب ايه؟ فيضانات. شور. اه تأكد متأكد 100% ولا 20%؟ 100%. مش صح. ايه الانهيارات الجليدية؟ يعني ايه يا ولاد انهيارات الجليدية؟ هو ان الجليد يحصل له المتراكم على الجوانب، يحصل له انهيار. طبعا في الحالة دي أعوذ بالله، لأنه هيمشي بسرعة كبيرة جدا جدا جدا، قد تصل ل 300 كيلومتر في الساعة. أي مدينة هيقابلها، أي قرية هيقابلها، أي أشخاص هيقابلها هيشيلهم. الانهيارات الجليدية ممكن تسبب لك الفيضان. الله ينور عليك. تمام. عادل. في عادل. عادل. أنا عايزة أجاوب. مين؟ فاطمة. أوه. طب احنا ماشيين بالدور كده. طب عادل. عادل ماشي خرج ممكن. طب روان. في واحدة اسمها روان. معاك يا مستر. يلا يا روان اختاري. 30. رقم 30. 30. 29. 30. اختاروها، السكرين دي أنا مش في واضحة. الوقت. 31 بقى. 31. ماشي. تهب الرياح ايه؟ تهب الرياح ايه باتجاه الضغط المنخفض الاستوائي؟ رياح ايه اللي بتروح عند خط الاستواء؟ التجارية. الرياح التجارية. طب بتروح هناك تعمل ايه؟ الرياح دي بتروح هناك من اجل ايه؟ نيت ليها وظيفة كده، حاجة كده تعملها، ايه هي؟ صار تلطف الجو. يا مستر، يا مستر، المنطقة الاستوائية دي أشد منطقة حرارة، صح؟ حرارة طوال العام، أمطار ايوه طوال مستر، بس العام، صح؟ برضو فيها نباتات بتحجب الحرارة، فيها نباتات كتير فبتحجب لا الحرارة. لا 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 لا،
انت قصدك الغابات، الغابات الاستوائيه، وانت عندك حاجه اسمها الغطاء النباتي. الغطاء ايوه النباتي ما انا بقول بيقلل. لكن انت لو جيت الاحر منطقه على الارض، كوكب الارض اللي انت عايش عليه ده، احر منطقه، احر منطقه هي المنطقه الايه؟ الاستوائيه، استوي عشان اشعه الشمس بتكون عموديه عليها، صح؟ صح. ولما جيتي ولما جيتوا يا اولاد خدتوا الاقليم الاستوائي، قال لكم ان الاقليم الاستوائي من الاقاليم الحاره. ثانيه لما اخلص هسمعك كل. قال لك الاقليم الاستوائي من الاقاليم الحاره. الاقاليم الحاره يعني اقليم حراره طوال العام، امطار طوال العام. تمام، قول اللي عنده حاجه عايز يقولها يقولها. مين حد كان عايز يقول حاجة؟ مش استمر، انا ممكن اجاوب. حاضر يا جمال محمد، حاضر يا جمال. محدش عنده سؤال؟ لا بس انا برضه عاوز اجاوب. طيب تعالى، ماشي تعالى يا جمال، اختار يا جمال اللي انت عايزه. 39 39، ماشي يا جم. تسقط الأمطار في الإقليم المداري في فصل الإيه؟ الإقليم المداري برضو من الأقاليم الحارة اللي عندنا. الأمطار بتنزل في فصل الإيه؟ ثانية بس، فين المدرسة يكون الصيفي؟ طبعا الأمطار بتنزل لنا في فصل الإيه؟ الصيف. الله ينور عليك. الإقليم المداري يا ولاد عندنا برضو من الأقاليم الحارة. الإقليم المداري هيبدأ من 10 ل 18 شمالا، ومن 10 ل 18 جنوبا. أخبار الجو إيه؟ يا مثلا الصيف هيكون حار ممطر، الشتاء هيكون بارد جاف. وطبعا الإقليم المداري ده بنسميه بإقليم الإيه؟ السافانا. الإقليم المداري لو جينا سميناه بنسميه بالإقليم السافانا. وليه بنسميه بالإقليم سافانا؟ عشان بتنمو فيه حشائش اسمها حشائش السافانا. الله ينور عليك يا جيمي. ماشي، ممكن ناخد نوران حجازي. مستر، ينفع أجاوب بعد روان؟ ايه؟ ينفع أجاوب بعد روان؟ عمر، انت عمر صابر صح؟ آه في دور لسه عمر، احنا ماشيين بالدور. احنا ناخد كده نوران حجازي، عايزين تطل علينا طلة كده. فين نوران حجازي؟ أنت كتبتها بالترتيب؟ انا كاتبكم بالترتيب. طيب بعد نوران حجازي في سيف احمد. يلا يا سيف، اختار 26. تختار 26. 26 ماشي. اختار من الاعياد الدينية، من الاعياد الدينية عند المصريين القدماء عيد ايه؟ لا لا أمان. طبعا طبعا من الاعياد الدينيه وعيد الاله امون. المصريين القدماء كان عندهم اعياد كتير مهتمين بيها، ولكن هنا كان طالب منه العيد الديني، هو عيد امون. الله ينور عليك يا سيف. مريم، أنا مريم يلا يا مريم، 23 اختاري الرقم اللي انت عايزه. رقم 23. ماشي يا مريم، 23. بيقول لك يصاحب سقوط الأمطار إيه؟ رعد وبرق. الأنطر بعد الأسبوعية. الأمطار، الأمطار الإعصارية. الله ينور عليكم. طيب تعالى نتكلم كده 5 ثواني على الأمطار. لو جينا اتكلمنا عن الأمطار هنقول إن الأمطار يا مستر 3 أنواع: أمطار تصاعديه، أمطار تضاريسيه، أمطار إعصارية. تاني، لو جينا نتكلم يا مستر على الأمطار، في أمطار تصاعدية زي الأمطار بتاعة الاستوائي، كل الأمطار اللي عند خط الاستواء دي أمطار إيه؟ تصاعدية، كتلة هواء كده محملة ببخار ماء هتطلع تتبرد تنزل على هيئة أمطار. في أمطار تانية اسمها أمطار تضاريسية. يعني إيه يا مستر أمطار تضاريسية؟ برضه هي السحابة المحملة ببخار ماء، خبطت بقى، خبطت في جبل، خبطت في تل، خبطت في مرتفع، خبطت يعني عموما في حاجة مرتفعة فدرجتها قلت ونزلت على هيئة أمطار. طب النوع الثالث من الأمطار هي الأمطار الإعصارية. تاني، النوع الثالث من الأمطار اسمها أمطار إيه؟ إعصارية، كتلة هواء بارد خبطت في كتلة هواء ساخن. ولكن خلي بالك بعد ما كتلة الهواء البارد والساخن دول حصل لي إيه؟ برق ورعد.
تاني بعد مع الاسكريم. كتلة هواء بارد، كتلة هواء بارد وكتلة هواء ساخن، الاتنين دول لما خبطوا في بعض أصحبوا لي برق ورعد. سمعت صوت الايه؟ البرق والرعد. الله ينور عليك يوسف. أنا مست يلا يا يوسف اختار. ستة وثلاثين 36. الله، 36. إقليم مناخي، إقليم مناخي يسود مناخ شديد البرودة طوال العام، طول السنة هيكون البرد عنده شديد. غرب أوروبا. لا التندرا كندا. التندرا. التندرا، الله ينور عليك. هو غرب أوروبا، خلي بالك، هو غرب أوروبا من الأقاليم الباردة ولكن معتدل البارد، من الأقاليم المعتدلة الباردة. طبعا يا ولاد في تقسيمة الأقاليم هو قسمها لك أقاليم حارة، استوائي، مداري، موسمي صحراوي، أقاليم معتدلة دفيئة زي الصيني وزي البحر المتوسط وزي الصحراوي، أقاليم معتدلة باردة زي اللورانس وغرب أوروبا، أقاليم باردة باردة جدا اللي هو التندرا والجبلي. طبعا التندرا طبعا الجو طوال السنة، طول السنة بيقول لك هو صيف قصير والشتاء طويل، الصيف بيبقى قصير والشتاء بيكون طويل وبرودة طوال العام، الجو بيكون تلج طول السنة. الله ينور عليك يا يوسف. لينا، لينا 33 33. أنا لا، 38 أحلى. ماشي ولا عايز 33؟ 33 38 كويس. ماشي. هاخد 33. اختلاف الحرارة على اليابس والماء المتجاورين أثناء الليل والنهار ده بيسموه إيه؟ نسيم البر اليابس والمية اللي جنب بعض درجة. أيوة، نسيم طب نسيم البر بيحصل إمتى ونسيم البحر بيحصل إمتى؟ نسيم البر إمتى ونسيم البحر إمتى؟ نسيم البر عارف في الشتاء. لا 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 لا، في واحد الصبح وواحد بالليل عشان ما نهبطش. في واحد الصبح وواحد بالليل. نسيم البر بالليل. نسيم البر في الليل ونسيم البحر الصبح في النهار. الله ينور عليك. تمام ماشي يا لينا، صح يا ولاد، دي ظاهرة اسمها ظاهرة نسيم البر والبحر. حتى انت لو عشطت كده، عشطت الصبح بتلاقي البحر احسن من الرملة، الرملة بتكون سخنة فبتنزل البحر، وعكس الكلام بالليل، الرملة بتكون أسقع من البحر. تمام، الله عليك يا لينا. مروان، في طالب اسمه مروان. مستر. هو انا دوري امتى؟ جنى، انت كنت أول واحدة بعد عمر خالد. معاك يا يلا يلا روان. طب بس واحدة بس عشان في عبد الله بيتكلم والصوت عنده مش واضح. على فكرة نوران حجازي، أنا ناديت عليكي مضبطش ما خالص. ردتيش. طيب ثانية كده بس، واحدة ثانية واحدة. طيب أنا دلوقتي الدور على مروان. فين مروان؟ يلا مروان أربعة بس. اختار الرقم. رقم 27. 27. طيب بقول لك وقعت مصر تحت سيطرة مين قبل مجيء الإسكندر؟ وقعت مصر تحت سيطرة مين الروم الروم الروم. قبل مجيء الإسكندر؟ لا لا الروم، لا 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 الهكسوس. الهكسوس. برضو غلط. مين؟ ترك. الفورس، صح. قبل ما يجي الإسكندر إلى مصر، قبل ما الإسكندر، خلي بالك أكلم لك بس على واحد اسمه فيليب المقدوني،
وابنه الاسكندر فيليب بالفعل. المقدوني هو اللي قدر يوحد كل بلاد مقدونيا تحت سيطرته. ثانية واحدة، فيليب المقدوني هو اللي قدر يوحد بلاد مقدونيا تحت سيطرته. طيب يا مستر تعالى نتكلم على الاسكندر، ابنه بدأ يحارب الفرس وكان عايز يعمل العالم كله يكون تحت سيطرته. طبعا مصر قبل ما الاسكندر يجي وياخد مصر كانت تحت حكم مين؟ الفرس. تمام، مين عايز، مين عنده سؤال؟ انا بس كنت بسألك، ما هو جاوبتش مصر خالص. ما جاوبتش خالص سمستر. انا عبد الله ابو بكر. عبد الله ابو بكر. ماشي رقم يا عبد، كام دوري؟ رقم ايه كام يعني انت جمال؟ انا جمال اسمك يا ايه؟ مستر، يعني دوري رقم كام؟ جمال. انت جمال لسه مجاوب يا جمال صح؟ لسه مجاوب. لا انت دورك ال 13. احنا لسه انا دلوقتي عبد الله خلاص. بكر، ما جاوبتش خالص. طيب يلا عبد الله جاوب. طب اجاوب 4. عايز تاخد 4؟ خد 4. استطاع المصريون القدماء من خلال ايه تنظيم مياه النيل؟ المصريين القدماء خلال ايه قدروا ينظموا مية الهندسة النيل؟ الهندسة الله ينور، الهندسة الله ينور عليك. غلط غلط. مستر، مش هم قاسوها مستر، قاسوا الطرق بالهندسة. الحساب قصدي، يعني الحساب لخبطت يعني هنا انت وبين لسه هندسة. بتقول لسه حسبوا اكيد طبعا هو علم أيوة الحساب. الهندسه هيجيبها لك عن الاهرامات. خلوا بالكم كده يا اولاد، لما يجي يتكلم لك على التقويم الشمسي يبقى اقصد الفلك. ريح دماغك، لقيت كلمه تقويم شمسي يبقى المصريين برعوا في الفلك، اهرامات يبقى المصريين برعوا في الهندسه، تحنيط يبقى برعنا في الطب، كيمياء برعنا في الازاز في الادويه هكذا في العقاقير. تمام. طيب ممكن ناخد دلوقتي نوران حجازي. مستر، انا جاوب بعدها وبعدها. والله هو الترتيب فاطمة، انت لسه دورك، لسه انت هتيجي بعد محمد عبد الناصر، يعني قدامك 2 كمان. يلا نوران حجازي. نوران حجازي. نوران سامعاني؟ طيب طب اختار الرقم، اختار الرقم اللي انت عايزاه. رقم 6. ماشي. بقول لك لا صدقني ده ملغي من عليكم من الصادرات العربية. ماشي اسمك. لا اختار رقم تاني معلش. اثنين وثلاثين. عرفت الكتابة الديمقراطية في مصر القديمة بإيه؟ عرفت الكتابة الديمقراطية في مصر القديمة بإيه؟ الديمقراطية. الخط الرسمي للدولة. محدش يجاوب غيرها وإجابتها غلط. طبعا عرفت بالخط الشعبي. أيوه هي رقم 2 أو ب. ماشي صح. طبعا يا أولاد أنا عندي 4 أنواع من الكتابة، واحدة واحدة كده فيهم. كتابة اسمها الكتابة الهيروغليفية، الخط المقدس أو الخط الرسمي للدولة، وده كانوا بيكتبوا بيه كل حاجة دينية. كتابة تانية اسمها الكتابة الهرطقية أو كتابة رجال الكهنة، الكهنة هم اللي اخترعوها. خط رجال الدين أو الكهنة هم اللي اخترعوها. عندي كتابة تالتة اسمها الكتابة الديمقراطية، ودي بسميها بالخط الشعبي. الديمقراطية بسميها بالخط الشعبي، ودي اللي بكتب فيها في أي مجال، أي مجال بكتب بالكتابة الإيه؟ الديمقراطية. طبعًا آخر كتابة هي الكتابة القبطية. والكتابة القبطية دي قلت لك هي مزيج اختلاط بين الكتابة الديمقراطية والكتابة اليونانية. تمام. ممكن ناخد محمد عبد الناصر. محمد عبد الناصر. هاخد 19 يلا يا محمد. 19 هتاخد 19 يا محمد. ده رقم قفشة. ماشي. من عجائب العالم القديم التي أسسها البطالمة.
من عجائب العالم القديم اللي البطال ما عملوها؟ منارة الإسكندرية. من عجائب العالم القديم منارة الإسكندرية، تم بناؤها في عهد مين؟ بطلميوس صوف بطلميوس، بس مش عارف أنا واحد ده. ما هو كلهم بطالمة، ما كلهم بطليموس الأول تاني تالت رابع خامس لغاية بطليموس الـ14. يعني أنت جبت حد غريب. بطلميوس الرابع، غلط مش طبعا، عارف ده. منارة الإسكندرية تم تم منارة الإسكندرية كان الهدف منها إرشاد السفن، بدأت في عهد بطليموس الأول، وخلي بالك من كلمة بدأت وانتهت، بدأت في عهد بطليموس الأول، في عهد بطليموس الأول هو اللي بدأ في إنشاء هذه المنارة. طب انتهى من تشييدها وانتهى من بنائها إمتى؟ في عهد بطليموس الثالث. يبقى تاني، منارة الإسكندرية بصورة بسيطة وبصورة صغيرة كده، منارة الإسكندرية بدأت من بطليموس الأول وانتهت في بطليموس الثالث. تمام فاطمة، فاطمة فاطمة اختار الرقم اللي انت عايزاه. رقم 16. كم؟ 16 رقم 16. ماشي. يمتد الإقليم المناخي إيه؟ جنوب شرق آسيا. منطقة جنوب شرق آسيا، موسم جنوب شرق آسيا، الإقليم هناك إقليم إيه؟ موسم موسمي. طب الإقليم الموسمي ده من الأقاليم الإيه؟ ال لا، هي حاجة حرة. الحارة. هو من أيوة الأقاليم هي. الحارة، مفيش حاجة اسمها حاجة حارة، لا هي من الأقاليم الحارة. طب المطر عنده إيه؟ المطر بينزل امتى؟ المطر بينزل امتى في الاقليم الموسمي؟ طول العام طول العام. ليه؟ ليه المطر بينزل طول العام؟ سهلة سهلة، لا سهلة، المطر بينزل طول العام بسبب الرياح الموسمية. تاني، المطر بينزل طوال العام بسبب ان هو بتهب عليه الرياح اسمها رياح الايه؟ الموسميه. أنا ما هو كنت اقليم عارفة بس مش موسمي. متأكدة. انا كنت عارف بس كنت شاكك. ماشي يا ستي. تمام يا بس ملك. كنت عايزة أقول حاجة، بس قول أنا روان يا مستر. قول. مش المفروض في الإقليم الموسمي بتحب صيفا من طول العام؟ انت عندك صح، انت عندك لو قلت لي هتقول لي تمطر صيفا، ولكن هو بتهب عليه الرياح الموسميه، والرياح الموسميه خليته ممطر طوال العام زي اقليم غرب اوروبا. لما جه قال لك في اقليم غرب اوروبا قال لك مش هو بيكون ممطر طوال العام. بحضرتك قلت إن الرياح الموسمية بتكون ممطرة بتيجي فصل صيفا، الصيف، ممطرة بتكون صيفا ممطره، ايوه وجافة شتاء، وجافه فازاي شتاء، بتمطر صح في ممطره الشتاء؟ صيفا لان هي بتيجي. طيب انت عارف الاقليم الموسمي ده اللي هو منطقه ايه؟ الصين، جنوب قريب شرق جدا آسيا. جدا يعني عند الصين، عند دوله اسمها دوله الصين كده. الصين دي برضو من الاقليم الايه؟ الصين في الشرق. الموسمي. شبه الصين في الشرق اللي هو عند المحيط الهادي. المنطقه دي صح، انت هتقول لي كده بكلام طبيعي ان انت هتقول لي الامطار هتنزل في فصل الصيف، انا ما اعترضتش معاك صح، لان انت قلت لي ان الرياح الموسميه بتيجي في فصل الصيف ممطره. طب انت ازاي بتقول لي فصل الشتاء ممطر؟ هنا لما يجي يوصف لك كلمه مطر هو بينزل مطر بس مش بصوره كبيره، هو بينزل ايه؟ مطر بس مش بصوره ايه؟ كبيره. فبيقول لك ان الامطار طوال العام، لكن انت لما جيت تكلم لك على التندرا، مش قال لك التندرا امطار بتنزل فيه؟ تقول لي ازاي ده تلج، ده اقليم تلج، التندرا تلج صح؟ قال لك لا، ما في امطار بتنزل في فصل الايه؟ الصيف. فصل الشتاء تلج. هو يقدر يقول لك فصل الشتاء ينزل فيه مطر؟ لا، بينزل فيه تلج، بيحدد لك حاجه معينه، ولكن هنا قال لك الامطار بتكون العام في الاقليم الموسمي بسبب هبوب الرياح الموسميه، ان هبوب الرياح دي بتجيب جزء من المطره، بيتم التساقط طب برضو في مستر، بقى فصل الايه؟ مكتوبة في الشتاء. الكتاب، مكتوبة في الكتاب صيفي حار حار رطب ممطر ممطر صيفا جاف بارد جاف شتاء. جاف بارد شتاء. طب ما برضو في المداري كاتب لك كده، مش المداري كاتب لك حار صيفا؟ ايوه يبقى الأمطار مش تولع.
انت عندك دلوقتي في رياح اسمها رياح الموسميه. طب اديك بس المثال التاني بتاع غرب اوروبا، انت مش في غرب اوروبا قال لك الامطار بتكون طوال العام، وقال لك ليه السبب ان هي موجوده في منطقه الرياح العكسيه الغربيه او هكذا. منطقه الرياح، الرياح بتحرك السحب، الرياح يعني احنا، انا دلوقتي في مصر، انا في فصل الايه؟ الصيف صح؟ هل ممكن المطر تنزل؟ بس ده هيبقى شيء استثنائي، مش حلو جدا، حلو جدا. هو يكون استثنائي بسبب ايه؟ مش استثنائي، لا هتكون سحب، سحب محملة ببخار الماء وعدت وسقطت، بس سحب هتكون محملة ببخار الماء وفي عملية السير بتاعتها فقدت درجة حرارتها فتبردت فنزلت على هيئة أمطار. يعني يا مستر لما يجي لنا سؤال زي كده نقول طول هو العام. لا هيقول لك الموسم، يجيب لك، لا هو يجيب لك في غرب أوروبا، ما يجيبلكش في الموسمي عشان دي متناقضة، دي متناقضة، دي حاجة اسمها معلومة استثنائية، السبب كذا، لكن اللي يجيبه لك ويأكد لك عليه هو غرب أوروبا اللي هو أمطار طوال العام. ده هو مكتوب في الكتاب ان هو افطرت ولا لا، امال ده ايوه مكتوب ان هو ايوه صايم فيه. ايوه الموسمية كاتبه لك ان هو بينزل في الصيف، ولكن ايوه بل امطار غرب اوروبا بيقولوا ان هو طول ممطر العام. طوال العام، واللورانس كاتبه لك ان هو ممطر طوال العام سر اللوراسي ده اللي هو القاري. اللي هو، لا اللورانس اللي هو شرق القارات البارد، والله ما المعتدل نفسك البارد شرق قرات. القارات، ماشي المعتدل البارد شرق القارات اللي هو اسمه اللورانسي، زي المعتدل الدفيق شرق القارات بيسميه الصيني صح؟ بس لورانس ما خدش الاسم ده يعني ما برش عليه. اسمه اللورانسي في ثالثه اعدادي هتاخده باسم اللورانسي، خلي بالك نفس الاقاليم دي هتكون موجوده عندك في ثالثه اعدادي وهتلاقي اسمه اللورانسي. بس انا رواد قول يا جمال محمد. ماشي قول. ايه، وانا فاضل قد يا ايه مستر انا، واتسأل؟ نعم مستر انا فاضل رواد لي بنت. كل واحد يجاوب بعدين انا اتسأل. طب انا لسه والله ماشي بالترتيب دلوقتي، احنا قلنا مين اخر حد جاي، وصلنا له مين؟ مستر هو انا دوري هيجي امتى؟ طب انا اخر واحد وصلت له مين؟ اخر واحد جاوب كان مين؟ مستر مين؟ انا عايزة حاجة. نعم دوري انا هيجي. عايزة ثانية واحدة كده. فاطمة انت جاوبت صح؟ فاطمة انت جاوبتي. ملك تامر، مستر انا ما جاوبتش يا مستر. ملك تامر، ملك تامر جاوبت، لا ملك طاهر. ملك تامر، مستر انا جاوبت في ملك اول تامر. الحصة. وانا يا مين؟ مستر جنى. انا جاوبت يا مستر. وانا يا مستر ما جاوبتش. حاضر يا احمد اسال، بس لسه دلوقتي انا في ملك. خش قول يا ملك، اختار السؤال بتاعك يا ملك. 38 طيب بعد 9 دول، لا ما الغي من عليكم، اختاري واحد غيره. سبعة اختاري واحد وثلاثين غيره. 37. ماشي. تم في عهده بناء مكتبة الإسكندرية، في عهد مين تم بناء مكتبة الإسكندرية؟ بطليموس الأول. بطليموس الأول. تمام، في عهده تم بناء مكتبة الإسكندرية. تمام، في كريم صادق. يا مستر ده خلص الحصة هتخلص. هو لسه ما جاوبش كتبت السؤال. الإسكندرية مين؟ مستر ما كانش عارف انا فاطمة يا مستر. نعم؟ وانا يا مستر ما جاوبتش. انا ما جاوبتش من اول حصة. وانا وانا برضه انا جاوبت وانا بس يا مستر بس واحد. احمد سيد، احمد سيد انت جاوبت، احمد سيد والله انت جاوبت سؤال. انا قول يا احمد، قول يا احمد، قول قول اختار الرقم اللي انت عايزه. 35. 35. حاضر. الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلى من الغلاف الجوي والقريبة من سطح الأرض
الارتفاع التدريجي في درجة الحرارة. الاحتباس الحراري. طبعا ده اسمه الاحتباس الحراري. طب الاحتباس الحراري ده من الأخطار الإيه؟ من الأخطار البيئية. الأخطار البيئية. طبعا احنا عندنا الاحتباس الحراري من الأخطار البيئية، وهو الارتفاع التدريجي في درجة الحرارة. تمام. طب يلا يا جن مستر ممكن يجاوب. يا فاطمة. ايوه بس ما كانش من اول حصه والله. طب يلا يا فاطمة قولي. 18 18. ينتج عن تصادم كتلة هواء بارد مع كتلة هواء ساخن. لو كتلة هواء بارد خبطت في كتلة هواء ساخن هيؤدي إلى إيه؟ الأمطار السعودية. أمطار تصاعدية. غلط. كتلة هواء بارد خبطت في كتلة هواء ساخن. السعودية متكررة اتنين العكسية. هي غلط، هي إعصارية. قلنا الأمطار ثلاثة، تصاعدية، تضاروسية، إعصارية. كتلة هواء بارد لو خبطت في كتلة هواء ساخن هتعمل لي أمطار إعصارية مصحوبة ببرق وإيه؟ ورعد. أنا تمام. مستر جاوب. مين آدم؟ أنا يا مستر. أنا جانا. أنا عمر. جنى. طب يلا جنى وبعد كده جمال. 29. يتركز أكثر من 75% من براكين العالم النشطة حول سواحل المحيط الإيه؟ الهند. يا لهوي الهادي، الأطلنطي. يا لهوي الهادي. خدت حلقة اسمها حلقة النار، خدت حلقة اسمها حلقة النار. 75% من البراكين اللي موجودة في العالم بتكون على سواحل المحيط الهادي، عشان كده بيسمي لك السواحل دي بحلقة النار. ليه بيسمها لك بحلقة النار؟ قلنا إن فيها 75% من البراكين اللي في العالم. بس تمام. انا مجاوبش عليها مرة واحدة بس. ناخد مين ما جاوبش؟ هذا مش انا برضه اسمع. مجاوبش. مجاوبش بس سؤال واحد. عمر صابر. طب اختار يا عمر. 28. ماشي. انتصر أكتافيوس على أنطونيوس في موقعة إيه؟ اكتيوم البحرية. أكتيوم البحرية. ما تقول لي المعركة دي، إحنا قلنا المعركة دي هتكون بين أنطونيوس وأكتافيوس، حصل ما بينهم خلاف. الاتنين حصل ما بينهم خلاف لأن أنطونيوس كان بيروح الشرق كتير، إدى بعض الأراضي بتاعت الإمبراطورية الرومانية لكليوباترا، كمان كان بيحتفل بالانتصارات بتاعته في مصر بدل ما يحتفل بيها في روما. طبعا بعد هذه المعركة الانتصار هذا أصبحت مصر ولاية مين؟ ولاية رومانية. تمام. ماشي ناخد هذا ثالث. جاوب. نعم. هذا جاوب. أو فارس يجاوب. 17. فين فارس؟ 17. ماشي. بص ملغية من عليك بعد ما اقطع العماد دي. لا اختار واحدة غيرها، ما فيش اللي هي خلاص اختار تاني. 24 بقى. جبار. يؤدي الضغط الكبير على القشرة الأرضية لحدوث ايه؟ زلزال. طبعا الضغط الكبير. طب الزلزال ده من الاخطار الايه؟ طبيعي. لا غلط، الزلزال مش من الاخطار الطبيعية. ايوه صح، اخطار طبيعية. صح. لا صح، الزلزال من الاخطار الايه؟ الطبيعية التي تحدث دون تدخل الايه؟ الانسان. طيب عموما كده احنا في المراجعة بتاعتنا النهاردة حاولنا ان احنا ناخد اكبر قدر من ايه؟ من المعلومات، ونفتكر موضوع من المواضيع. طبعا هو روان كده في خلاف بيني وبينه في الامطار الموسميه، وانا هبقى اقولها له بعد كده، بس أنا ودي بنت حاله يا استثناء. ايه؟ أنا روان بنت. روان. ماشي تمام، هبلغها بيها، هقولها لها مش ده ان شاء الله. نعم بس أنا روان. أنا عندي سؤال ماشي. برضو. قول الأسفل السؤال بتاع اللي انت عايزه. ما له علاقة بينه وكتاب اسمه أنطونيوس. ما العلاقة بين مين؟
أوكتافيوس وأنطونيوس بتاعت الكتب البحرية. طب لا، اولا كده، مع اولا لما يوليوس قيصر مات، الامبراطور الروماني يوليوس قيصر لما مات بدأت تحصل حروب اهلية في روما، روما بدأت تحارب بعض، قالوا لا احنا نوقف هذه الحروب وهنقسم الامبراطورية قطعة شرقية وقطعة غربية. مين اللي قدر ياخد القطعة الشرقية؟ هو انطونيوس. ومين اللي خد القطعة الغربية؟ هو اوكتافيوس. طب انطونيوس في القطعة الشرقية اللي خدها جه مصر، ولما جه مصر شاف كليوباترا وحبها واتجوزها. مش بس كده، ان كان كتير قوي من الاراضي بتاعت الامبراطوريه الرومانيه كان كليوباترا بتاخدها، او هو كان بيديها يعني لكليوباترا وبيديها لاولادها. الاحتفالات بتاعته، المفروض انا قائد روماني، انا من روما، لما احتفل احتفل في روما، ما احتفلش في مصر. انطونيوس كان بيحتفل في مصر، عشان كده بدا يحصل خلاف بين انطونيوس واوكتافيوس. طب الخلاف ده انتهى بايه؟ بمعركه ما بينهم، معركه اسمها معركه اكتيوم البحريه. المعركة دي انتهت بإيه؟ انتهت باقتصار أوكتافيوس. طبعا لما كليوباترا جالها الخبر انتحرت، وأنطونيوس انتحر، وبعد هذه المعركة أصبحت مصر ولاية رومانية. فهو دي العلاقة ما بينهم، هما الاتنين أصلا جنود رومان، هما الاتنين قادة من قادة الرومان. حد عنده سؤال؟ شكرا يا لا، اي حد عنده استفسار او اي سؤال ممكن يقول، احنا لسه معانا دقيقة كده كده. لا يعني تمام، على الله ان شاء الله تكون المراجعة النهاردة استفدت بجزء منها. ان شاء الله اشوفكم في الحصة الجاية. اه ان شاء الله يا جنى، كده هيكون في ليلة للامتحان. السلام عليكم.